رياضيه مشاهدي اوريزون تي ما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الاخباري زوم سبور وسنتكلم عن مجموعه من المواضيع غضب جماهير الرجاء الرياضي ونفس الامر من جانب اداره النادي الاخضر بخصوص تعيين الحكم ذاكر الرداد كما سنتكلم كذلك عن الدفاع الحسني الجديد جمال أمل مدرب الفريق يجيب عن تساؤلات النادي الدك... جماهير النادي الدكالي بدورها غاضبه خاصه من النتائج الاخيره وسنتكلم عن برنامج برنامج المباريات التي ستجرى اليوم والبدايه بالمباراه التي جرت امس بين الدفاع الحسني الجديد والفتح الرباطي والتي انتهت لصالح الفريق الرباطي بهدفين لهدف وحيد المدرب مصطفى الخلفي قال بعد المباراه على ان فريقه حقق الاهم هو احتلال مركز رابع في البطوله الاحترافيه لكره القدم. نستمع لتصريح المدرب مصطفى الخلفي. المهم هو كان خصنا بثلاثه النقاط وهاد الثلاثه النقاط كتخول لينا اننا نحتلوا المركز الرابع هذا يعني انجاز وكنهني اللاعبين بالقتاليه ديالهم الحمد لله انه من بعد هاد السنه كانت شويه يعني صعيبه على الجميع وتسالي في المرتبه الرابعه يعني هذا واحد الانجاز بالنسبه لكاع المكونات ديال الفتح الرياضي الحمد لله هذا الانتصار ما ساهلش لان ما تنساش بانه دابا الثالث انتصار على التوالي وكنظن بان الارضيه الملعب كانت شويه ثقيله وكنلعبوا كل ثلاثة ايام دونك سي نورمال يكون شويه ديال العيا مي الحمد لله هاد انتصار غادي يكون حافز بالنسبه لكاع النادي والحمد لله هذا انتصار انتصار الجميع الحمد لله وبخصوص نفس المباراة جماهير الدفاع الحسني الجديد تتساءل إلى أين سير الفريق خاصة في النتائج الأخيرة في البطولة الاحترافية لكرة القدم ست مباريات للفريق الجديد لم يذق فيها طعم الفوز جماهير الدفاع الحسني الجديد كما قلت تساءلت الى اين يسير الفريق جمال امل مدرب الفريق الجديد قال في التصريح عقب المباراه التي انتهت امس بين الدفاع الحسني الجديد والفتح الرباطي على ان الاهم هو التركيز عن الخلف ومجموعه من اللاعبين قصد تجهيزهم للموسم المقبل كيف ما قلت في المقابلات اللي دازوا باننا مقابلات راه شباب لان يعني هذا هو التوجه ديال 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 النادي اه بغينا نشوفوا جميع الشباب الايسو دو دي سونتر دو فورماسيون اه فيما يخص المقابله كنظن بان كانوا جوج اخطاء قاتلين هما اللي خلاو فريق الفتح انه هو انتصر في المقابله اليوم الشوط الاول اه بدينا في المقابله بشكل جيد كنظن من بعد الاخطاء الحارس خرج من المقابله سيتو في نورمال نظن ان اليوسفي لا الى خرج اليوم لا دار اخطاء راه انقذنا من كثير في المقابلات اللي فاتوا يعني هذا شيء طبيعي ونعود إلى الجولة التامسة والعشرين من البطولة الاحترافية لكرة القدم والمباريات التي ستجرى بعد لحظات المال العنوان, العنوان الأبرز في الدورات الأخيرة هناك من يحفز فريقه وهناك من يحفز المنافس قصد إيقاف عجلة الخصم فيما هناك فرق أخرى لها من الجماهير كل الدعم والمساندة من أجل تحقيق هذا اللقب الذي لا زال الصراع ثلاثي الرجاء الوداد النهضة البركانية والبداية ببرنامج المباريات بداية من الخامسة زوالا فريق مولودية وجدة الذي غابت عنه الفعالية في الدورات الأخيرة ولاقي أولمبيك آسفي في الجيش الملكي سيواجه فريق نهضة الزمامرة المباريات ستجرى بداية من الخامسة في السابعة مساء مباريات القمة الرجاء بخريبقة يريد البحث عن النقط الثلاث من أجل مواصله مشواره في الصداره والبحث عن لقب هذا الموسم بينما اولمبيك خريبكا يريد الانعتاق من مخالب النزول مباراه هامه سيقودها الحكم الداكي رداد وبمجرد الاعلان عن هذا الحكم فريق الرجاء الرياضي والمكتب المديري للنادي الاخضر نشر بلاغ عبر الصفحه الرسميه للفريق قال فيه تواصل نادي الرجاء الرياضي بقرار تعيين السيد الداكر رداد كحكم رئيسي للقاء المرتقب مساء اليوم في مواجهه نادي اولمبيك ريبال برسم الجوله التاسعه والعشرين من البطوله الاحترافيه واضاف البلاغ الخاص بفريق الرجاء الرياضي نادي الرجاء الرياضي يتحفظ عن التعيين بالنظر لقرارات السيد الحكم في مواجهه النادي خلال مجموعه من المقابلات السابقه وخاصه خلال اللقاء الذي جمع مؤخرا نادي الرجاء الرياضي بالمغرب التطواني نادي الرجاء يمني نفس ان تمر هذه المقابله في ظروف عاديه ورياضيه تحترم مبادئ المساواه والتنافس الشريف وهو الامر الذي تقاسمه تقاسمته جماهير النادي مع اداره فريق الرجاء الرياضي التي خرجت في الاونه الاخيره تطالب بالتكافؤ الفرص المباراه قلت ستجرى بدايه من السابعه بملعب الفصفات بخريبقه وفي نفس التوقيت المطاردة المباشره الوداد الرياضي يستقبل فريق سريع واتزم الذي ضمن البقاء في القسم الوطني الاول لكن فريق سريع واتزم لطالما قدم مباريات رائعه بمركب محمد الخامس المباراه سيقودها الحكم رضوان جيد في باقي المباريات الناضد البركانية يستقبل المغرب التطواني واتحاد طنجه في رحله بحث عن ثلاثه نقاط من اجل ضمان مقعد بالقسم الوطني الاول ضد حسنيه اكادير فيما رجاء بني ملال الذي غادر القسم الوطني الأول مبكرا يلاقي فريق يوسف برشيد المباريات تجرى بداية من السابعة مساء اليوم وللتذكير على مستوى الترتيب الرجاء الرياضي في الصدارة ب 54 نقطة في المركز الثاني الوداد 53 نقطة المركز الثالث نادي بركاني ب 51 نقطة أما على مستوى ديل الترتيب الرتبة 13 اتحاد طنجة ب 30 نقطة، الرتبة 14 يوسف برشيد ب 30 نقطة، فيما الرتبة 15 أولمبيك خريبكا ب 28 نقطة، والرتبة 16 رجاء بني ملال ب 16 نقطة، وغادر القسم الوطني الأول رسميا. وننتقل هذه المرة إلى القسم الوطني الثاني حيث المباريات ستجرى للذبيحي بخصوص الدورة الأخيرة ستجرى يوم الجمعة بداية من الواحد الواحدة ونصف بدل الواحد وخمسة وأربعين دقيقة بدل الرابعة مساء مباريات الدورة الأخيرة كما قلت ستجرى يوم الجمعة بدل الساعة الرابعة ستجرى في الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة على اعتبار أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه وديا منتخب السنغال مساء المباريات الخاصة بالدورة الأخيرة هامة بالقسم الوطني الثاني إذ من خلالها سيتحدد الفرق الصاعدة وكذلك الفريق الفرق التي ستغادر إلى الهواة البرنامج على الشكل التالي المغرب الفاسي يواجه فريق وداد تمارا اتحاد زموري خميسات راسينغ البيضاوي جمعيه سلا الوداد الفاسي اولمبيك تشيرا شباب الريف الحسيمي فريق شباب الريف الحسيمي الذي دي يحتل ديل الترتيب اتحاد سيدي قاسم الكوكب المراكشي الاتحاد البيضاوي شباب المحمديه شباب اطلس خنيفرة شباب الرياضي السالمي شباب بنغرير النادي القنيطري كما قلت المباريات تجرى بدايه من الواحده وخمسه واربعين دقيقه يوم الجمعه على مستوى الترتيب الخاص بالقسم الوطني الثاني المحمديه في الرتبه الاولى ب 48 نقطه، المركز الثاني المغرب الفاسي ب 47 نقطه، اولمبيك تشيرا الذي انهزم في الدوره الماضيه امام ويدة تمارا اصبح في الرتبه الثالثه رفقه النادي السالمي ب 45 نقطه في اسفل الترتيب الفرق المهدده بمغادره القسم الوطني الثاني الى الهواه الشباب بنغري رتبه 14 ب 30 نقطه، رتبه 15 اتحاد سيدي قاسم 29 نقطه والرتبه الاخيره شباب الريف الحسيمي الذي وضع رجل في القسم الوطني هوات ب 27 نقطة هذه هي البرنامج الجولة التاسعة أو الثلاثين من البطولة الاحترافية للقسم الوطني الثاني وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة شكرا على المتابعة إلى اللقاء بروح رياضيه